جدا. ما فيش ادنى مشكله. لا لا لا. طيب الدوري بقى انت قلت كلمه كده في الاول، تراك هنتكلم بعد كده على الدوري العام، انه الدوري عنيف جدا. التغييرات اللي حصلت مثلا، تغييرات فيريرا في نادي الزمالك، شايفها ايجابيه ولا كان الافضل كارتيرون يكمل؟ الاسلوب اللي ماشي بيه النادي الاهلي، فرص بيراميدز في المنافسه على البطوله هذا الموسم شكلها عامل ازاي؟ تغييرات انا مش مع التغييرات كتيره، لكن في تغييرات بتبقى حتميه. يعني تغيير كان فيريرا في الزمالك اعتقد ان هو كان تغيير ايجابي، لسبب ان الامور وصلت ما بين جمهور الزمالك واللعيبه والاداره وما بين كارتيرون لطريقه شايف ان هو كان طريق مسدود. يعني التغيير في الشرقية الدخان كان تغيير ايجابي. كانت اللعيبه عامل معاهم نتائج كويسه جدا. بتمنى التوفيق طبعا لفاركو في اللي جاي ليهم. لكن المنافسه شرسه جدا جدا، شرسه جدا. يعني وجود نادي زي فيوتشر مادي اداء كويس جدا، وعلي ماهر المساحيه عامل نتائج طيبه جدا. كابتن ايهاب جلال والاستقرار اللي حاصل في نادي بيراميدز والنتائج برضو الكويسه جدا اللي مقدمها على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي. يعني في بعض الانديه برضو اللي عندها هزات عنيفه شويه زي النادي الاسماعيلي. خليني بس في القمه الاول، هل الدوري انا بشوف ان الموضوع مش هل الدوري هيستمر الاسبوع الاخير؟ هل الدوري ممكن تبقى فيه منافسه ثلاثيه؟ شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ المنافسه انا شايف ان هي هتبقى بشكل كبير جدا ما بين الاهلي وزمالك وبيراميدز. بيراميدز في المنافسه السنه دي المنافسة. نعم، خسارته حتى المباراه الاخيره امام النادي الاهلي مش مقياس ان هو طلع من المنافسه او بعد. الدوري لسه كتير جدا يا كابتن. نعم. احنا بنتكلم لسه في حوالي 4 ماتشات أو 5 ماتشات من الدور الاولاني ودور كامل. خروج زمالك من البطوله الافريقيه وخروج المنتخب امبارح اعتقد هيدي، يعني مش عايز اقول دفعه، لا هيدي يبقى في تركيز كبير جدا في انديه الزمالك ولاعيبه برضو المنتخب في النادي الاهلي وبيراميدز على البطوله، وهيبقى فيها هيبقى فيه هدف واحد وتارجت واحد بالنسبه لكل الناس. اعتقد مش هيبقى فيه عند فيريرا اي عذر في ان هو ينافس لاخر وقت على البطوله. بيراميدز كمان مع كابتن ايهاب موسيماني مقدم اداء كبير جدا على المستويين المحلي والافريقي. المنافسه هتفضل، هيزاحم بقى فيوتشر، هيزاحم سموحه ممكن. المنافسه على البطوله ثلاثيه، اهلي زمالك. انا بشوف ان هي ثلاثيه. بمناسبه ان انت قلت موسيماني وافريقيا، شايف مباراه الاهلي والهلال السوداني عامله ازاي؟ صعبه جدا. صعبه جدا. نعم. فرقه الهلال برضو فرقه كويسه. ايوه. وبرضو لعبت على الملعب ده ماتشين مع المريخ. نعم. وعندها فرصه كمان في الصعود. نعم. فالمباراه هتبقى المباراه هتبقى صعبه جدا. والهلال من الانديه عند الاهلي كتيره بالظبط، والضغط من كاس العالم دي حقيقة. فريق الهلال كمان من الفرق اللي بتعرف قدام تلعب قدام النادي الاهلي مظبوط، سواء في السودان او سواء هنا في القاهره. نعم. اعتقد النادي الاهلي اللعيبه بتاعته مركزه جدا، وموسيماني كمان مركز في الماتش ده بشكل كبير جدا. بتمنى لهم التوفيق على الرغم من المباراه دي. انا بقول ان المباراه دي مش هتبقى سهله اطلاقا. مش هتبقى سهله. طيب اسالك عن النادي الاسماعيلي، الناس تحس انها الاسماعيلي برضه ليه مكانه عند كل الجماهير بل والمدربين بل والمتنافسين. يعني الفوز على الاتحاد اثلج صدور عشاق النادي الاسماعيلي وقالوا انه خلاص الدنيا بدات تظبط، لكن دبت المشاكل من جديد، صحيح انتهت ورجعوا و و، لكنه موقف الاسماعيلي شافه عمل ازاي للاخر يا كابتن مجدي؟ اخر مباراه ليا في الدوري كانت مع الاسماعيلي في اسماعيليه. والله يا كابتن وانا نازل وجمهور الاسماعيلي وسمعوا في اوضه اللبس من قبل ما انزل، يعني صعبان على الواحد جدا يعني الموقف اللي هم فيه. ماتش كسبته بدات علينا 0-0. ده الجون اللي كسبه 1-0. 1-0. فكره برضو ان الاسماعيلي بقى له سنتين ثلاثه بيصارع على الهبوط، دي فكره انا مش قادر اصدق، انا مش قادر اصدقها. ومشفق جدا على حمد ابراهيم، فعلى اول تجربه ليه تبقى في الموقف ده. لكن مش عايز اقول ان المكسب للاتحاد السكندري يريح نادي الاسماعيلي، لان الموضوع الاسماعيلي لحد الان في الجدول الاخير. والاخير طبعا محتاج 3-4 ماتشات ورا بعض او ماتشين ورا بعض يديله دفعه ويبعده. الاسماعيلي فرقه كويسه يعني كويس. والله العظيم كافراد فرقه كويسه جدا ويطلع منهم، بس مش مع الضغط ده ومش مع التوقيت ده ومش مع النتائج السلبيه المتكرره دي. كل دي ايا كان يا كابتن حضرتك عارف ان اللعيب حتى لعيب الكوره اللعيب اللي عنده
مهاره واللعيب الكويس. نعم. في وقت الضغط ده صحيح. ممكن يقدر يتحمل ده، وفي لعيب تاني ما يقدرش يتحمل ده. قادر قادر جدا ان هو يعدي من ده، لان الموقف ده. بس انا اتمنى ان هو لما ربنا يكرمه ويتدارك ده ويعدي. نعم. من الموقف ده يبتدي يخطط للسنه الجايه بشكل. ان الاسماعيلي كانت فرقه مديه طعم برضه للدوري. يعني اهلي ماتشات اهلي واسماعيلي، ماتشات زمالك واسماعيلي، يعني حاجه طعم تاني. نعم. خلينا نروح لفصل، بعد الفصل الاسئله السريعه مع كابتن مجدي عبد العظيم.